السلام عليكم أحبتي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تصحيح. اليوم نتحدث عن التربية الإعلامية الرقمية. ممكن احنا تناولناها بحلقات سابقة ولكن بزاوية أخرى أو باتجاه آخر أو برؤية أخرى. اليوم راح نتحدث بهذا المصطلح أو هذه المادة التي تدرس في بعض الجامعات العراقية، وهي أكيد موجودة في الغرب ولكن بمسميات أخرى أو بتطبيق آخر. فما هي التربية الإعلامية الرقمية؟ طبعا من هذه الجملة أو من هذه العبارة التربية والإعلام والرقمي، كل شيء الآن أصبح رقمي، الدراسة والتعليم والتجارة وكل هذه الأمور تحولنا إلى رقمي. الإعلام ليس نقصد فقط الإعلام يعني هذه الصحافة والقنوات والإذاعة، وإنما كل شيء موجود يعلم الناس به. الإعلام إنه ما يصل إلى المستخدمين وخاصة المستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي. نأتي على الكلمة الأهم وهي التربية. كيف نربي الأجيال أو حتى أنفسنا على كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة صحيحة؟ هذا الموضوع جدا مهم، لأنه مثل ما شاهدنا الفترة الأخيرة أصبح هناك مستوى هابط في مواقع التواصل الاجتماعي ومنشورات وأمور غير صحيحة، وبدأت الأجيال الصغيرة تقلد أو تتمنى أن تكون يوتيوبر أو تيك توك، وهو يعمل أو هي تعمل حركات غير لائقة. إذن كيف نطبق التربية الإعلامية الرقمية؟ هل إمكانية تطبيقها سهلة أم هناك صعوبة؟ هل ممكن التربية الإعلامية الرقمية أن تؤثر وترفع من المستوى أو المجتمع العراقي أو في كل البلدان؟ ودائما نقول في برنامج تصحيح ما نتحدث بشيء إذا مو أصحاب الاختصاص ويانا. إذن أحبتي المشاهدين، رحبوا بالأستاذ أكرم خليل الخواجة، رئيس قسم الإعلام في كلية الإمام الكاظم عليه السلام في بابل. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد، تحية لك ولكل جمهور قناتكم والعاملين فيها. أهلا وسهلا بك، شرفتنا نورتنا. تسلم. ومعنا عبر السكايب الست سنيم الحداد المختصة في التنمية البشرية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بكم أستاذ وضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. نبدا مع الاستاذ اكرم، شرفتنا نورتنا لاول مره في برنامج تصحيح، وان شاء الله تكون دائما ويانا في مواضيع مهمه. نعم. مثل موضوعنا اليوم التربيه الاعلاميه الرقميه. نبدا ستيب باي ستيب، خطوه. نعم. بعد خطوه، درجه بعد درجه. ما هي التربيه الاعلاميه الرقميه وكيف تاسست؟ كيف ممكن ان ترفع من مستوى المجتمع العراقي او بشكل عام في كل المجتمعات؟ نعم، بالبدايه بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء احنا نتطرق تاريخيا لهذه على هذا المفهوم. لا. وبالتالي هو بدا نهايه الستينيات من القرن الماضي، وايضا يعني كمشروع يعني كمفهوم وكمشروع تدريسي يعني كماده علميه. لا. وبالتالي هذا المشروع نشا في السبعينيات من ايضا القرن الماضي. لا. واصبح مشروع دفاع بعد ظهور. جميل. نعم، بعد ظهور وسائل الاعلام المختلفه من الصحف والمجلات والاذاعات والتلفزيون. كما يعلم الجميع التلفاز في الدول يعني دول الاتحاد الأوروبي أنذاك سبب الكثير من المشاكل بالمواد الفيلمية وما شابه ذلك. في العام 1982 اليونسكو، والكل يعلم أن اليونسكو أحد المنظمات العالمية التي تقيم التعليم، أوصت بإضافة هذه المادة إلى المناهج التدريسية لمختلف المراحل من السبعينات، من 1982. 82. نعم. هذه التوصية أتت الى وخصوصا دول المنطقه العربيه. كندا استخدمت هذا المفهوم عام 1972 بشكلها الدقيق واضافته الى المناهج. جي. بعد عام 1982 عندما اوصت اليونسكو اضافت هذه الماده في الدول العربيه، اول من طبق هذه الماده هي لبنان. ووصولا للعام 2005 بدا ايضا في السعوديه ودخل الى العراق ايضا، لكن في العراق استخدمت هذه الماده او اضيفت هذه الماده في الكليات المتخصصة وهي كليات الإعلام في دراساتها. لا. الأولية ودراساتها العليا. لا. أيضا. نعم. وإذا أتينا على تعريف هذه المادة. لا. هي اتجاه عالمي يعنى بتعليم الجمهور مهارة التعامل مع وسائل الإعلام. جميل. باعتبار أن هذا التطور التقني اللي حصل الآن وهذه يعني شلون نقول احنا التطور الكبير في هذه التقنيات. صحيح. من وسائل التواصل، من مواقع التواصل ايضا، من ظهور ايضا هذه البرامج الجديده. فبالتالي هذه الماده هي يعني تعلم الجمهور كيفيه التعامل. نعم. مع وسائل الاعلام. عفوا حضرتك. نعم. ذكرت من السبعينات والثمانينات هي اصلا كانت فقط تلفاز واذاعه. نعم. كيف الان التيك توك واليوتيوب والفيسبوك. أحسنت. والتويتر، إذا نحتاجها بشكل أقوى. نعم. وهناك لابد أن تكون تطبيقات، يعني أقصد تطبيق عملي وليس تطبيق أبليكيشن يعني على الأجهزة. نعم. لازم يكون أكو تطبيق
عمل هذه التربية الإعلامية الرقمية أو هذه الصفة على أرض الواقع، هل هو موجود يعني مثل ما تحدثت حضرتك في لبنان؟ نعم. وبعدها السعودية وبعدها نعم. العراق. نعم. موجود يعني بشكل فعلي لو فقط مسمى مثل ممكن نقول الرياضة والنشيد وذن الأمور اللي يصير بالمدارس؟ الجمهور الآن بدأ يعي خطورة الموقف. بالتالي كل أهلنا وكل العوائل ايضا، لان العائله هي اللبنه الاساسيه لبناء الفرد او يعني او الشخص. بالتالي انه كيف يتعامل، كيف يتعامل مع المجتمع، كيف يتعامل وصولا الى وسائل الاعلام. جيد. هذه الماده هي عباره عن ثقافه رقميه تضاف للشخص. جميل. حتى يتمكن من التعامل مع وسائل الاعلام، التمييز بين المحتوى السيء تمام والمحتوى صحيح. الايجابي. المحتوى السيء بدا او يعني الان لن يظهر لك بشكله الطبيعي. نعم. يعني بعيدا عن المحتويات الان التي تظهر هي اللي سببت مشكله بالمجتمع اصلا. صحيح. بالتالي هذا المحتوى السيء الان بالمواد الفيلميه التي بدات تصنع في وتبث في منطقتنا وخصوصا بالعراق. صحيح. من قنوات فضائيه، من يعني هجمات شرسه اعلاميه نواجهها الان من بعض القنوات. وبالتالي حتى هذه الافلام الاجنبيه. صحيح. هذه هي المواد الفيلميه، هي يعني فيها غسيل للعقول. هي نعم فيها محتوى. هذا المحتوى هو محتوى مبطن احنا نسميه. فبالتالي انه كل شخص ما يمتلك الثقافه الرقميه المناسبه لن يستطيع التعامل مع هذا الفيلم، بل سيؤثر عليه ويطبق ذلك. واحنا وجدنا الان من خلال يعني نشاهد ونتابع، احنا متابعين جيدين كصحفيين وكاعلاميين ومهتمين بهذا الشان. وجدنا الان الكثير من المشاكل الاجتماعيه التي تحصل يتاثر ببعض المواد الفيلميه طبعًا. التي يتم عرضها. هذا من جانب. الجانب الثاني ايضا الجرائم. استاذ احمد، الجرائم التي بدأت تنتشر هي الكثير منها هي مأخوذة من يعني من أفلام أو من مقاطع فيديو أو من حركات. نعم. إذا تلاحظ هذه برامج كشف الدلالة وما شابه ذلك، فتلاحظ أنه فعلا أنها فكرة فيلم هذه. صحيح. كيف تأثر بالمجتمع؟ كيف وصل إلى هذه المرحلة؟ للأسف. نعم. طيب نروح للست سنين، مرحبا بك مرة أخرى. ذكر أستاذ أكرم نقطة جدا جميلة من ضمن كلامه، أنه العائلة لابد أن تكون لديها ثقافة. من خلال عملكم في منظمات المجتمع المدني وارتباطكم واحتكاككم المباشر بالشباب يعني ولد أو بنات أو كعوائل، هل نحتاج إلى هذه المصطلح أو هذه المادة التربية الإعلامية الرقمية؟ هل نحتاج لتطوير أو تثقيف أو تعليم عوائلنا كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي؟ شوف أنا أول حضرة الأستاذ تعريفه تعريف أكاديمي، بس إحنا تعريفنا تعريف تنموي نعتبر أو تعريف أسري للأفضل نستفيد. نعم. التربية الإعلامية الرقمية هي مجموعة القواعد التي تحدد المهارات والسلوكيات الخاصة بالتعامل مع التكنولوجيا الحديثة. نعم. والمطورة وخلق توأمة بين التكنولوجيا الحديثة وبين القيم وال والمبادئ الموجودة. نعم. لأجل شنو هاي الغرض من عندها؟ لأجل أنه يقدر هذا الشخص يواكب العالم التقليدي. نعم. الموجود حاليا ويواكب المستحدثات العالمية وإيجاد درجة متقدمة من الوعي بها. جميل. يعني إحنا شبابنا حاليا هي المادة صحيحة تدرس بس مجرد أكاديميا. نعم. يعني إحنا أنه بمراحل متقدمة هي إحنا هسه حاليا اللي نشوف حاليا المستوى الهابط أكثر المشاهدين هم الشباب الأعمار الصغيرة الأعمار المراهقة. نعم. فياريت تكون هاي المادة تدرس أعمار متقدمة يعني. صحيح. فمثلا مراحل المتوسطة مرحلة الإعدادية، لأن هذول الشباب اللي على مواقع التواصل أكثر المشاهدات. صحيح. هي هاي الأعمار. نعم. يعني هو للمرحلة الأكاديمية وصل أو مرحلة الجامعات، هذول يعني نعتبرهم عبروا مرحلة المراهقة. نعم. نعم. خطرهم أقل على مواقع التواصل، بينما الأعمار الصغيرة ظل خطرهم أكبر. نعم. فهاي المادة يعني يا ريت إنه يكون إتعمامها حاليا. هي يمكن الأردن مثل ما ذكرت ما تعني الأردن أكثر بادية بها، مراحل متقدمة أكثر يعني بأول متوسط هاي المادة داخلة. نعم. بالأردن فيا ريت إنه إحنا مدارسنا وكوادرنا إنه تبدي تنطي هاي المادة. إذن ستة العزيزة يعني أنتم تتحدثون عن هناك مشاكل وسلبيات في المجتمع من خلال عملكم تشاهدوها؟ أكيد كلش هواية، خاصة هاي الفترة اللي بدأت هي محاربة المحتوى الهابط وهذا. جي. بدأت تظهر يعني فد أسماء وفد مصطلحات وفد هاي فد شغلات عجيبة غريبة نشوفها. جيد. حتى بعض الشباب بدأوا يعني شلون يعبرون عن استياهم.
انه غياب هاي الشخصيات. اكو البعض لا بدا يرتاح، يقول حاليا بديت انا ارتاح من دابا صحيح التواصل صحيح احسها شاشه نقطه نعم مثل هاي. اكو بعض الشباب يعني يقول لي بحياتي خاله الشاشه والمواقع نصفت احسها هسه. جميل جميل بصراحه. يعني بالكواليس قبل الحلقه استاذ اكرم نفس النقطه ذكرها، قال احنا نحتاج هاي الماده تكون في المدارس. نعم نعم، اذا تحب تاكد على هذه نعم النقطه بالتأكيد. كيفيه تطبيقها بالمدارس؟ بالتاكيد احنا يعني انا احد الاشخاص يعني كتبت بحث بهذا المجال، وبالتالي يعني ماذا تفعل هذه الماده وماذا تضيف للشخص، وهذا هذا البحث كان فيه استطلاع للراي العام. هذا الاستطلاع عند ما فهمنا الجمهور ما هي هذه الماده، لان الجمهور الى الان الكثير يعني ما يعي هذه الماده صحيح. وما هي تفاصيلها، فقط اسم الماده. نعم. وبالتالي هذا الموضوع جدا مهم، انه احنا واحده من التوصيات اللي خرجنا بها بهذا البحث وقدمناه للجهات المعنيه ايضا. نعم. وقلنا انه يجب ان تضاف هذه الماده الى المراحل مثلا المتوسطه والاعداديه وصولا الى الجامعه. جميل. الطفل او الشاب يعني حتى بالابتدائيه نبدا ندرس امور بسيطه، التعامل مع وسائل الاعلام، لان الان احنا اطفالنا هم الاكثر تعرض لاجهزه اللوحيه واجهزه الموبايل والحاسوب. احنا هذه الثقافه اذا امتلكها العائله، احنا بالبدايه بدايه الحلقه تحدثنا عن العائله هي اللبنه الاساسيه للبناء. العائله الان ومع الاسف الشديد يعني نقولها بكل صراحه، الطفل الان اذا ارادوا ان يتخلصون من 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 عنده ينطون موبايل صحيح ويسلموه هذا الجهاز اللوحي حتى يسكت. لا. او ياخذ جانب ويجلس حتى هم شنو يفتح بالهم. هم ما يعرف ايش يسوي الان. هو ده يخلق لنا جيل خطف جدا، وبالتالي بعد سنوات راح نجني ثمار هذا الموضوع، الثمار السيئه حقيقه. صحيح. نعم. نعم. مثل ما شاهدناها بالفتره الاخيره وانا تحدثت وياك، يعني بصراحه انه من تسال طفل سابقا تقول له شنو تريد يصير؟ يقول لك طيار، مهندس، كاتب، شاعر، ايا كان المهنه. هسه الان يقول لك يوتيوبر. نعم. طبعا احنا مو ضد اليوتيوبر، دائما انا اطرح السلبي والايجابي. نعم. احنا مو ضد اليوتيوبر، ولكن اليوتيوبر الجيد اللي عنده تيك توك جيد، محتوى جيد، وين ما يروح باي ابلكيشن او اي تطبيق اي صفحه اي حساب خليه يروح براحته، بس الماده اللي نتحدث عنها ما يتحدث بهذا المكان. طيب حضرتك ذكرت كلمه جميله، الجهات المعنيه. نعم. من هي الجهات المعنيه؟ يعني مثلا وزاره التربيه، التعليم نعم. العالي، البحث العلمي. نعم. الشرطة المجتمعية، يعني نعم. من الجهات؟ هذا الموضوع يحتاج إلى تكاتف تكاتف وتضامن أيضا من الجهات المعنية، منظمات مجتمع مدني نبدأ بها، أيضا الجهات المعنية منها الوزارات المعنية. نعم. وبالتالي المدافعين عن هذا الموضوع والكثير من المجتمع الآن مدافعين. أنا لدي الكثير من مجموعتنا، نحن كباحثين وكأساتذة جامعة مدافعين عن هذا الموضوع، ونطالب ونتحدث أيضا، لدينا ندوات. هسه ممكن قد يكون الإعلام الآن ما سلط الضوء عليها بشكل أو بآخر، لكن الآن أنتم اليوم ويعني في هذه القناة اللي هي قناتنا وقناة العائلة أيضا، هذه الآن تناول هذه هكذا موضوعات حساسة، مهم جدا صحيح. مهم جدا نلتفت ويعني الآن كم شخص يشاهدنا الآن عبر القناة. كل شخص الآن اليوم إذا ذهب وبحث عن هذه المادة وبحث كيفية التعامل معها وماذا يكتسب جراءها، راح يعرف الجمهور، وبالتالي صحيح. أيضا هو راح يكون جزء من المطالبين بإضافتها إلى المناهج الدراسية. جميل. إذن 6 سنين يعني بمعنى آخر أنه الكل مسؤول عن تثقيف نفسه لكي يثقف أولا عائلته أو أبنائه أو بناته، والمعلم كذلك يتعلم من هذه المادة لكي يعلم تلاميذه، والأستاذ الجامعي، وممكن حتى المسؤول في وزارة أو في دائرة. يعني أنت مع هذا الكلام أنه الكل لابد أن يتثقف ويتعلم ما هي إيجابيات وسلبيات هذه المادة؟ أكيد. نعم. الكل يعني الكل يعتبر مسؤول، هو كذوي الاختصاص اللي هم الأساتذة الجامعيين في وسائل الإعلام. نعم. القنوات التلفزيونية، الدولة، العائلة اللي هي أساس النواة الأساسية، العائلة، منظمات المجتمع المدني، المدارس، الكل يعتبر مسؤول، لأنه هذه تعتبر يعني قنبلة موقوتة داخل البيت. صحيح. يعني أنت من ابنك دي يباوع هاي الشغلات، وأكو بعض العبارات حالياً أنه هواي ترد على مسامع الشباب، أنه أنت إذا تريد توصل للنجاح فيجب أنه شلون تتبع شغفك صحيح. يلا تقدر توصل. ما
اهداف، يعني او اكثر الشباب ما عنده هدف، ما عنده في الطموح. تفضلت حضرتكم انه قبل شويه بعض نعم الاطفال من نسالهم قبل شنو كان طموحه، صحيح. حاليا لا، البنيه تريد تصير بلوجر والشاب يريد يصير يوتيوبر. لا فهاي المشكله انه ما عندهم، دا تباوع انه شوفي فلانه شلون دا تلبس، شلون دا تطلع، شلون صح كذا، يعني يحبون عندهم مبدا التقليد بصوره نعم. كلش أو مخيفه. سهولة الوصول إلى الشهرة أو المادة في نفس الوقت. بل نعم يعني عندهم، واني يعني انت ماذا تشوف، ماذا يشوفون الجانب الاخر من حياتهم، مجرد دا يشوفون انه هذا الانسان دا يطلع وياكل ودا نعم يشرب ودا يشتري جميل وكذا. البنيه تحب هذا الشيء، ما عندها هدف معين، نعم يعني دا يحطون انه نجاحه ومستقبله بالشغف، انه انت شغفك بهاي الشغله انت تنجح، مو انت هدفك شنو الهدف، شنو السعي للهدف، شنو صحيح النجاح، المواصله، المواظبه. دا يفتقدون شبابنا هاي الفتره، دا يفتقدون هوايه هذا أحسنت الشيء. صحيح نعم. يعني بصراحة يعتبر مسؤولية الكل، نعم وأبدي وأقول إنه العائلة هو هي الأساس، النواة الأساسية العائلة ومن بعدها الباقي. نعم يعني بأسلوبي إنه دائما أذكر الجانب الآخر اللي هو ممكن المشاهد يقول لك أوكي شغل ماكو، تعيينات ما موجودة، فرص عمل ما موجودة، فخلي الشباب يفتحون صفحة على أي موقع، يعني تويتر، يوتيوب، تيك توك، ويروح براحته. نعم. ف يعني شنو الجواب بصراحة؟ الجواب هنا احنا اكو نظرية بالإعلام والآن دافتها لطلبتنا والكثير من النظريات، النظريات احنا دائما نسميها هي الأساس، أساسيات الإعلام واللي تعتمدها أيضا وسائل الإعلام في عملها. فبالتالي هذه اكو نظرية اسمها الحقنة. هذه الحقنة هي منها إيجابية ومنها سلبية، وبالتالي احنا يوميا نتلقى الكثير من الحقن، هي تسمى يعني علميا الحقنة تحت الجلد. لا. هذه الحقنة احنا يوميا نتلقى الكثير من المحتوى بحقن، وبالتالي وصولا الى مرحلة القناعة، عملية تغيير من غير المألوف الى المألوف ايش يحتاج؟ جميل. يحتاج الكثير. فبالتالي الآن حتى المواد الفيلمية والمسلسلات التي تصنع، لا، تشاهدها مثلا 100 حلقة، اكو مسلسلات مدبلجة دخلت وشاهدناها الجميع 100 حلقة مثلا، هذه ال 100 حلقة كم شهر تعيش مع الفرد او العائلة؟ صحيح. 3 أشهر. عملية تغيير انطباعات تدريجيا من ملابس ومكياج وكلام ومصطلحات. نعم بالضبط. الان حتى مجتمعنا وملابسنا تغيرت تماما، فبالتالي جنينا من هذه هي عملية تغيير سلوك للفرد وللعائلة من حيث لا يشعر، لانه ما يمتلك الثقافة الرقمية الكافية صحيح للتمييز بالمحتوى. الآن رب الأسرة يجب أن يعي خطورة الموقف ويشاهد ويوقف هذه المحتويات التي تبث في منزله. جميل. ويقول أن هذا المحتوى يحلل، احنا نسميه حلل، يحلل هذا المحتوى. فبالتالي هذه الحقنة سلبية. نعم. الحقنة الإيجابية مثل ما تفضلت، خلي يفتح موقع تواصل ويأسس صفحة خاصة به وينشر بها المحتويات الإيجابية، معلومات، تجارب. نعم. جميلة. نعم. نصيحة ممكن أكو بصراحة، يعني ممكن أنا أميل للرياضة، أكو كثير من الشباب رياضيين. نعم. فيدخل لساحة يسوي حركات، يعمل تحديات مع كرة القدم، مع السلة، مع الطائرة، مع كل الرياضات اللي موجودة. نعم. وأيضا عنده مشاهدات، وأيضا عنده يعني أكيد أموال ترجع له بهذا احنا المحتوى. احنا أكو محتويات إيجابية حتى تفاعلنا معها، أكو محتويات إيجابية أن اليوم أظهر لك مثلا الحالات الإنسانية. جميل. صحيح. فبالتالي هاي مواقع التواصل الاجتماعي حققت ووصلت صوت هؤلاء للجهات المعنية. نعم. هذا المحتوى أنا نسميه إيجابي. نعم. أكو محتويات إيجابية نركز على مفهوم وحالات جيدة بالمجتمع. صحيح. على كبار السن مثلا. أحسن. كيفية مساعدة. احنا الآن، واحنا الآن في مرحلة أنا من أسميها خطرة وأعيد بهذه الكلمة، حتى الأفلام الكرتونية الآن. نعم أكيد. أطفالنا الآن عنف. نعم. عنف، تحولوا إلى أشخاص عدوانيين. في السابق ماذا كنا نشاهد أستاذ أحمد؟ أنا أسألك ماذا كنا صحيح. نشاهد؟ نشاهد أفلام يعني تساعد على حفاظ على البيئة وحب الطبيعة وعدم أذية الحيوان. صحيح. الآن ابنك إذا تأخذ للسوق تشتري كل مكروك فضائي وقتل. نعم. وإليانز يعني شو اسمه. نعم. عالم رقمي ثاني وكائن فضائي. أكيد. وحرب. أكيد. وقتال. نعم. أصحاب الـ 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 يعني المبيعات للألعاب. صحيح. بعد ما يبيعون فقط أسلحة، وهذا يعني هذه إحصائيات موجودة وأرقام، بالأرقام موجودة. نعم. فبالتالي الآن نحن في خطر. صحيح. طيب خلينا نروح 6 سنين على مصطلح دائما يقول لك هذا طفل عادي من يكبر يعوف ذني ينساهن.
او خلي ياخذ راحته، يعني انت مو من هسه تريد تضغط عليه وهذا من يشتري مسدس او بندقيه تعوفه او من يسوي حركه مو لطيفه لازم تضغط عليه او كلمه، يا بخلي يعيش طفولته. يعني هذا المصطلح بصراحه بالنسبه لي غريب، يعني يعيش طفولته دي وين؟ راح يوصل للمتوسط 15 20 سنه وهو تقالب، يعني صار قالب وسيستم وسلوك خاص بهذه التصرفات. ابنك من هي مراحل التربية الأساسية، زراعة أساس الطفل هي 3 سنوات، لعمر 3 سنوات، بعد 3 سنوات يبدي يطبق اللي علمته يا أنت. فأنت هذه 3 سنوات زرعت بيه القيم، أنه ذني الشغلات. الابن دائما يقول لك، أنا قلت لك أنه الطفل أو الإنسان يحب يقلد، وأول شخص اللي يقلد الطفل هو الأم والأب. صحيح. بالبيت. فهذه 3 سنوات ازرع اضخ به معلومات اللي اريدها، البذره اللي اريدها، هاي شلون النبته من اني ازرعها اسقيها هذه 3 سنوات، ورا 3 سنوات تبدا تعطيني ثمار. صحيح. بعد 3 سنوات يبدا يطبق هذه، انا ابدي هاي فتره المراقبه اراقبه، وراها يبدي المراحل النتائج مالته. فانا هذا من تقول لي عمره 12 سنه وهذا يعيش طفولته، انا من انطي مسدس او انطي ذني. احنا نشوف ما شاء الله العاب الاعياد هي اللي بالمناسبه، الاعياد هي الصعادات المفرقعات كلها، ونعم صوتيات اللي هي كلها عنف، مثل ما تفضل الاستاذ، الافلام الكرتون المسلسلات هاي كلها لها تاثير، هاي كلها عايشه ويا العائله. بدت مسامعنا وانظارنا، حتى بعض الاهالي، بعض الامهات، الاباء، بدت مسامعهم تتعب بعض الكلمات بحيث عادي من يسمعها. صح. يعني هسه كلمات واسماء قبل، يعني هاي تعتبر من الاجرام ومن المحرمات انه الشخص ينطقها، بينما هسه عادي يعني يسمعها، هذا بسبب تعود. مثل الالعاب اللي انتشرت قبل فتره اللي هي نسيت اسمها، هاي اللعبه اللي هي الوان فد شريحه، فد علم شريحه معينه. صح. هذه بدأت تنطرق بالاسواق والاطفال من كلها تلعب بيها، هاي النظر العين تعودت على هاي النظره. نعم، انه طبيعي. من راح يشوفها، من راح يشوف هذا العلم راح يعتبره فد شيء عادي، هذا يعتبره فد انسان عادي، مو هذا فد شيء انه هذا مخالف للطبيعه الكونيه ومخالف لطبيعه البشر. فاحنا الاساس نبدي به من البدايه. الطفل ماكو واحد يعيش طفولته، يعيش طفولته بالعنف. صحيح. بالضرب وبالاهانه، لا بالعكس. انا اعيش طفولته بشغلات مفيدة، بشغلات تنمي ذكاء، تنمي فكرة. نعم. طفل حرك عادي، خلي يلعب حرك، هذا ما يخالف، هذا يعيش طفولته بهذا الشيء، بالحركة، باللعبة. صحيح. اللعبة هي فائدة. مو أنا نمي طفولته بالضرب وبالعركات. لا، وعفوا خليه يخطأ أيضا، ممكن يخطأ ولكن أصحح له. نعم. بالعكس، الإنسان كل إنسان يخطأ، بس الإنسان الواعي اللي هو يتعلم من الخطأ، اللي ياخذ درس من الخطا مالته، مو اني اخطا واظل استمر بالخطا مالتي، خطا على خطا. جميل. فحتى الطفل خليه غلط، انا اريده يخطا، اريده كذا، بس انا ابدي اعلمه شنو هو الخطا، شنو وياخذ الدرس من الخطا مالته. جميل جميل. ان شاء الله مستمرين احنا بكلامنا، ولكن ناخذ فاصل ونرجع ان شاء الله. احبت المشاهدين، فاصل ونعود اليكم. يا صاحب القبة البيضاء في النجف، يا صاحب القبة البيضاء في النجف، من زار قبرك واستشفى لديك شفي، زوروا أبا الحسن الهادي لعلكم تحظون بالأجر والإقبال والسلف. زوروا لمن تسمع النجوى لديه، فمن يزوره بالقبر ملهوفا لديه كفي. إذا وصلت فأحرم قبل تدخله، ملبيا وسع سعيا حوله وطفي، حتى إذا طفت سبعا حول قبته تأمل الباب تلقى وجهه فقف، وقل سلام من الله السلام على أهل السلام وأهل العلم والشرف. إني أتيتك يا مولاي من بلدي، إني أتيتك يا مولاي من بلدي،
خمس كم من حبال عقد الطرف راج بأنك يا مولا تشفع لي وتسقني من رحيق شافيا لها في لأنك العروة الوثقى فمن علقت بها يداه فلن يشقى ولم يخاف لأن شأنك شأن غير منتقص وإن نورك نور غير منكسف وإنك الآية الكبرى التي ظهرت للعارفين بأنواع من الطرف هذه ملائكة الرحمن دائمة يهبطن نحوك بالألطاف والتحف بحب حيدرة الكرار مفتخري به شرفت وهذا منتهى شرفي وهذا منتهى شرفي يا صاحب القبة البيضاء في النجف يا صاحب القبة البيضاء في النجف من زار قبرك واستشفى لديك شفي زوروا أبا الحسن الهادي لعلكم تحظون بالأجر والإقبال والزلف مرحبا بكم أحبتي المشاهدين مرة أخرى ونكمل حديثنا عن التربية الإعلامية الرقمية اللي حاليا شاهدنا التربية الإعلامية الرقمية هي كيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي أو المحتوى إذا كان سلبي أو إيجابي وكيفية تأثيرها على عقول المستخدم كان شاب طفل أو كبير بالعمر أستاذ أكرم نتحدث الآن عن إمكانية تطبيق هذه المادة أو بصراحة نعتبر هذا سلاح نعم مثل ما أقول الوقاية خير من العلاج أحسنت أنا ممكن طفل أو شاب أو مستخدم تأثر بمواقع التواصل الاجتماعي واتجه سلوكه لاتجاهات سلبية وعود أجي أدرسه وعلمه ونصحه وابتعد وعوفه وروح إذن إحنا ليش مو من البداية نعم. نعلم شلون يختار المحتوى وشلون ممكن يصنع محتوى جيد حتى يكون ناجح طيب إذن هي وقاية هي علاج هي سلاح هي يعني جدار حماية أو صد هل ممكن تطبيقها على كل المجالات يعني مثلا صحفي في صحيفة يكتب في جريدة في موقع إلكتروني وإعلامي أقصد الإذاعة أو التلفزيون بصراحة بعض الشخصيات بدأوا يختارون الكلام البذيء الإيحاءات الجنسية في برامجهم في أمورهم المشاهد البسيط يحب هاي الشخصية فبدأ وكأنما يستخدم هاي المصطلحات على أنه هذا إعلامي والإعلامي دائما أو الصحفي يعتبر أنه قدوة في المجتمع فهل ممكن تنفيذها على الصحفي أو ممكن على الإعلامي أو ممكن على المعلم في المدرسة أو الأستاذ في الجامعة وشاهدنا في الفترة الأخيرة أنه بعض الأساتذة في الجامعات أو المعلمين أو المدرسين في المدارس يصور مقطع بأغنية مع طلابه أو طالباته فهل ممكن تطبيقها في كل مجالات الحياة؟ نعم ممكن تطبيقها في كل مجالات الحياة أنا أوصف مثل ما وصفتها أنت كسلاح أنا أوصفها بشكل علمي دقيق هي كاللقاح اللقاح الآن علميا وطبيا كل شخص يتلقى اللقاح حتى يعني يصير عنده جدار صد من الفيروسات اللي قد يتعرض لها الإنسان قبل ما تيجي أصلا بالتالي جسمه مستعد للحماية لازم يأخذ الحماية هذه المادة وهذه الثقافة الرقمية هي لقاح كل إنسان لازم يأخذ هذا اللقاح حتى تصير عنده مناعة تامة من هذه المحتويات وصولا إلى ما تحدثت به ما تحدثت به هي بعض التصرفات قد تكون من يعني قد من يعني مهما شخصي. يكون موقع الشخص لا. كصحفي كأستاذ كمعلم كموظف كعامل هذه التصرفات فردية هو صورها الآن متاح لا. احنا أستاذ أحمد قبل لا يعني حتى يعني أفصل هذه الجملة لا. اكو موضوع احنا عندنا حراسة البوابة بالإعلام في السابق كانت حراسة البوابة تعمل بشكلها صحيح في وسائل الإعلام لا. الخبر الصحفي يخرج من المراسل ويمر يعني عدة بوابات صحيح. هذه البوابات كل بوابة بها فلترة للمادة الإعلامية والصحفية هذا جيد هذا مدقق لغوي هاي العبارة نعم. نعم كاتب وصولا إلى مرحلة النشر صحيح.
فيصل الجمهور بشكل نهائي ومرتب ومع مراعاة الذوقية والأخلاقية والجمهور أيضا قياسات الجمهور قاعدة الجماهيرية مهمة أستاذ أحمد. بالتالي احنا الان في بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي والاجهزه اللوحيه واجهزه الموبايل الموجوده عندنا نعم انا القائم بالاتصال وانا ايضا حارس البوابه انا ما عندي ثقافه رقميه كافيه لان هذه ايضا هذه الماده التربيه الاعلاميه الرقميه ايش تتضمن؟ تتضمن قوانين قوانين انت اليوم اذا نشرت شيء خطا فبالتالي ممكن تقع تحت طائله القانون انت ما تدري بهذا الشيء انت ما تدري بهذا الشيء فبالتالي وين راح تسوي انت قائم بالاتصال وايضا انت حارس البوابه يعني حتى نوضحها للساده المشاهدين يعني انا شفت منشور وشاركته على صفحتي احسنت او انت تنشر من تنشر انت ممكن انت مع اهوائك الشخصيه الشخص مع اهوائه الشخصيه ما شفت هاي الخطوه شنو راح تاثر على الاخرين بالضبط وماكو بوابات ماكو شخص يقول لك مثلا هذه الماده خطا او غير صالحه للنشر بالتالي انت بهواك الشخصيه كتبت المنشور ونشرته سببت ممكن ازمه بالمجتمع ممكن سويت راي عام بالموضوع والموضوع حساس ممكن اكو ناس تتاذى بسبب المنشور ممكن يهدد امن صح قضيه الطائفيه نعم 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 بالتالي نعم نعم فوصولا الى المراحل هذه اللي احنا وصلنا لها انه الشخص يصور ويصنع محتوى وينشر التعامل مع هذا المحتوى هو عدم مشاركته عدم التفاعل معه حتى لا تعلق عليه بشكل سلبي او ايجابي التعليق السلبي التعليق الايجابي ايجابي التعليق السلبي هو لهذه الصفحات هو دعم بحد ذاته انت بالفيسبوك او هذه البرامج توصل عنده مرحله بالمقبوليه هو ما يقرا تعليق هو يقرا مقبوليه المنشور كم وصل كم مشاهده انت تتفاعل معاه لا تشاهده لا تشاركه بالتالي راح تتضاءل هذه وتنتهي نعم في حلقات سابقه ذكرنا انه قضيه التعليق يعني كثير من الاشخاص احنا مثل ما نقول تصحيح مو كل الامور سلبيه معناته نعم. اكو ناس ايجابيين اكو ناس أحسنت. ثم حضرتك تفضلت اكاديميين او تنميه بشريه او ناشطين بشكل عام يعني نعم. شباب مثقفين ضد هذه الامور ولكن المشكله من يشوف محتوى سيء فيبدا ممكن يشتمه هذا الشخص او نعم. هذا المحتوى ممكن احيانا اشوف يعني يرسل ايات قرانيه ممكن يقول له عيب حرام نعم. ابتعد مو صحيح اللي ما يعرفوا انه انت تعطي دعم بشكل غير مباشر نعم. انه خوارزميه الفيسبوك او ذن المواقع بالضبط. تقول ذولك وايد يعلقون وصل 100 والف ممكن 100 وياه زين وممكن 900 ضده احسنت بس هو يقرا 900 الف تعليق خلص هذا زين راح يبدا يعلن نعم. عن هذا المنتج او عن هذا المحتوى الطريقه الافضل انه يسوي بلاغ نعم. او يسوي حذف نعم. او يقول هذا المحتوى سيء يقدر نعم بدي اقدم كلام خوارزمية الفيسبوك راح تاخذ انه هذا غير مرغوب نعم. اجتماعيا طيب اروح الست سنين بصراحه قضيه تاثير هذه مواقع التواصل الاجتماعي على القيم والمبادئ مثل ما ذكر استاذ اكرم انه السلوك بدت يتغير تدريجيا انه مثلا الحجاب كان سابقا جيد الان ممكن الوان لا شويه مو الا عبايه هسه لا جبه هسه وتدريجيا بدات هذه الامور كذلك الشباب انت لا تدخن دائما بس ممكن تاخذ هذا الجهاز اللي يسموها السيجاره الالكترونيه يعني هذه الامور هل غيرت بالسلوك والتقاليد والقيم الموجوده عندنا؟ اكيد مثل ما تفضلت قبل شويه من قلت لك اكو بعض الشغلات العين تبدي تتعود انت من تعود عينك بتتعود مسامعك على فد هذا حتى مثل ما تفضلت حضرتك قبل شويه انه اكو بعض حتى بعض الاعلاميين بعض البرامج التلفزيونيه صحيح. من يطلع اعلامي وقاعد بشاشه وقناه تلفزيونيه وقناه تعتبر يعني قديمه صح. ويتلفظ بعض الكلمات او يلتقي بعض الاشخاص اللي هم مبوذين مجتمعيا نعم. هذولي من يلتقي بهم ويبدي يتحدث هو ينزل مستواهم يعني فأنت من راح تسمع هذا الشيء ويشوف هذا الشيء للأسف يعني هذا محسوب على أنه قناة وهي قناة وهذا هذا إنسان صحفي ومجمال يقول يعني يدعي أنه هو صار له 20 سنة بهاي المهنة إذا هو يعتبر يعني إعلامي قديم لا. أنت من هذا من تعتبر الإعلام يعتبر واجهة هاي الدولة صحيح. يعني قناة فضائية وهاي واجهة هذه الدولة ورأيه يعتبر رأي هاي القناة اللي هي تعتبر من ضمن شريحة الشعب العراقي فإذا هذا من راح يتلفظ بهذه الكلمات ويلتقي بهاي الأشخاص
الشباب والشابات عندهم عادي هذا الشيء، مثل ما تفضلت حضرتك انه انا من ابدي تتعود مسامعي ويتعود على سماع هاي الكلمات ومن اشخاص موثوقين. نعم. واشوف بالاسواق الكل، يعني هسه مثل يعني دمباوع، يعني حتى قبل فتره صار حديث انه عندنا كان في جلسه حواريه، نعم، قلت لهم بدت محافظه كربلاء يمكن من 6 شهور، قبل شو تقول سنه؟ اقول لهم لا، من 6 شهور شهرين ثلاثه راح نفتقد الحجاب بالشارع. نعم للاسف. عباية هسه انتهت، هي ما شاء الله العباية الحمد لله والشكر انتهت عند مجتمعاتنا وعند براتنا. نعم. اللي حتى المدارس من تروح تشوف نادرا، يمكن مدرسة كاملة، ديش مرة رحت عندي كان محاضرة يمكن طالبة او طالبتين من مدرسة كاملة لبسن عباية، طبعا من المدرسة الكل اللي اما صدرية وربطة. انا ما عندي اعتراض على الحجاب، انت لبسي حجاب، بس مو يعني لازم امثل الحجاب، امثل المحافظه اللي انا موجوده بيها، امثل البلد اللي انا موجوده. هي ترى العبايه والحجاب هي تعتبر زي الرسم العراقي. ست العزيزه، هاي راد لها حلقات خاصه لانه بصراحه مؤلمه. مشكله هسه عندنا عن العراق باقي المحافظات انه بعض الاديان، كربلاء اللي هي محافظه مقدسه اللي نادرا نشوف لك بنيه او بني او مره كبيره انه لابسه العبايه او حجاب. أنا أقول بس تعليق واحد بصراحة. بعض لقاءاتي مع الشباب أو بعض المناقشات في بعض المواقع التواصل الاجتماعي، أقول لهم هسه أنت من تنزل لعبة، الشباب من اللي هسه يسموهم جيمر، مو جيمر، جيمر يعني لاعب ألعاب إلكترونية، ياخذ كل تفاصيل وقوانين اللعبة، ولازم تفتحها فلان مكان، ولازم تنزل فلان مكان، ولازم وكذلك الأبليكيشن تطبيقات، يعني يتبع كل القوانين اللي موجودة بهذا التطبيق أو بالفيسبوك، أو يروح سفرة لدول أخرى. نعم. يتبع كل القوانين والتقاليد اللي موجودة. يا أخي من تجي للدين الإسلامي أو المذهب الشيعي تجي تقول لا مو إلا حجاب، لا مو إلا عيف الأغاني، يعني أنت تلقائيا أنت تمشي على تقاليد وقوانين ألعاب وملابس وماركات. نعم. وشخصيات. نعم. ودول، وتقول إيه هذا قانون، شو منتجي على القانون الإسلامي. نعم. تقول لا عادي مو إلا. نعم. يعني يدخل لكم قانون الحرية الشخصية اللي هم فاهميها بالعكس، يعني الحرية الشخصية هاي مو حرية. أضف على يعني على كلامك أستاذ أحمد، هو هذا حتى هذه الألعاب وصلت مرحلة أثرت حتى اقتصاديا على العوائل، وبالتالي هذه الألعاب تحتاج إلى مجموعة من الرموز. صحيح. أو الكارتات يحتاج أن الابن أو الطفل يشتريها. صحيح. فأثر على العوائل، وأنا يعني تفاجأت بالأرقام المهولة. نعم. بالدولار يشترون 500 و1000 و2000 دولار يشترون. صحيح. حتى ينزل بها أسلحة جديدة أو يشتري شيء جديد أو يعزز حتى. شوفهم عنف. نعم عنف. هو بالتالي الموضوع يعني الموضوع واصل مراحل متطورة جدا. زين بصراحة. نعم. سهل مرد يروح غير الموضوع يعني. نعم. بس يعني أنا هذا يعني بصراحة مخبضني، يعني هو ده يمشي على قوانين لعبة، ما تشتري هذا السلاح لا مو تعطيني فلوس، راح وجاب الفلوس وطاهم. نعم. ما تروح لفلان دوله اذا ما سوى كذا وغير هالامور. هسه مو موضوعنا يا اخي، ليش من تجي للدين الاسلامي اللي يقول لك انت المفروض تكون مؤدب ومحترم. نعم. ولد او بنيه حتى يقولون ضد النساء. نعم. احنا ليش هنا القوانين عندك لا شيء. نعم. ما تدير لها بال. نعم. ليش قوانين الالعاب، قوانين اللبس وقوانين الامور غير الدول لا تمشي بحذافيرها وتحفظها؟ كيف وصلت الامور الى هذا الطريق؟ المواد الفيلميه يعني يوميا احنا نتلقى الكثير من الحقن. لا وصلنا هذه المرحله، انا ذكرت لك تغيرنا من غير المألوف الى المألوف. صح. انت اللي ذكرته هسه غير مألوف، غير مألوف انه الكثير من المجتمع لم يلتزم بعادات وتقاليد الدين الاسلامي. صح. واخلاق الدين الاسلامي زرعوا في باله انه طبيعي. نعم. عادي هذا انه اذا ما التزم هذا غير مألوف. بالتالي وين وصلونا الى اي مرحله الان؟ حولوا من غير المألوف إلى المألوف مثل ما ذكرت الست الآن. لا. هو كيف وصل المجتمع إلى هذه الطريقة؟ لا. وكيف وصل الكثير من المجتمع؟ نعم أكو الآن إلى الآن حسب دراساتي اللي يعني عملت عليها. لا. وأيضا أقمنا الأدوات إحنا في يعني خصوصا في كليتنا، كلية الإمام الكاظم. لا. في بابل أقمنا الكثير من الأدوات بهذا الاتجاه، متبنين هذه القضية، قد يكون قسم الإعلام متبني هذه القضية. أحسنتم. نعم هذا دوركم.
لأن الآن الجامعات حتى الجامعات الجامعات ترى الجامعات على تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة جدا. الجامعة كمنظومة تعليمية لازم تتحسس مشكلات المجتمع. صحيح. وهذه واحدة من مشاكل المجتمع، بما أنه أنت تمتلك قسم إعلام لازم يكون لك دور أساسي بتوعية المجتمع. والله الله يعينكم على الشباب، أكيد تتعاونون. نعم أكيد أكيد أكيد. جيد، بس عندنا تعليقات، نشرنا الأسئلة أو المحاور لحلقتنا لهذا اليوم وناخذ تعليقات المتابعين. إنه حساب اسم مخلب الصقر يقول إن التواصل الاجتماعي ووسائله هي نعمة وأمانة من الله إلى عباده، وهي أشبه بسلاح فتاك يقتل العقول ويميت القلوب إذا كان بأيدي غير أمينة أو جهلة أو ذات مآرب ومصالح خاصة، وهو أشبه بالدواء لقلوب ميتة وعقول غير متفتحة، وللشعوب لا زالت تتعامل بالفطرة وأصيبت بالغرور، أعتقد أنها لا تعلم ما يدور حولها ولا تعلم عن ماضيها وحضارتها وحضارة الأمم السابقة والأمم التي تحيط بها، ووسائل التواصل أشبه بقول العالم إذا كان صواب. طبعا ما شاء الله مقالة مو تعليق، ولكن شكرا لك، نستفيد دائما من آراءكم. يذكر أيضا وهي أيضا تؤثر على المستوى الاجتماعي والعسكري، يعني يقول أنه هذا المحتوى أو هذه الهجوم الموجود هو يؤثر على المستوى العسكري والإسلامي والزراعة والصناعة والتجارة، وإذا كان الشخص ما يعرف أو ما متثقف بهذا المجال، ولكن إذا ثقف راح يعرف يبتعد عن هذه الأمور. شكرا لك حساب مخلب الصقر. نروح لتعليق آخر. أحمد الشيباني يقول أحسنتم النشر، موضوع يستحق المناقشة، الأنترنت عالم افتراضي وسلاح يستخدمه الأعداء في التحكم في عقولنا ويدخل في كل البيوت، وأهم ما نحتاج إليه في هذه المرحلة الوعي والتكاتف والتحقيق في كل ما ينشر، بالرجوع إلى أهل الخبرة من الاختصاص أو الرجوع إلى أصل الفيديو إذا كان مقطع كما يحصل في بعض الأحيان. شكرا لك. تعليق الأخير عبد الزار يقول نقل الأفكار الصحيحة للناس وتوعيتهم حول ترك الأفكار السيئة التي تحطم الناس والمجتمع، وأخذ الأشياء الجيدة من التيارات الخارجية وترك ما هو مضر من هذه التيارات. هنا كان سؤال أنه كيف نستفيد من مواقع التواصل الاجتماعي، فيقول احنا نأخذ الأفكار الصحيحة، نطلع على كل الموجود ولكن نأخذ الجيد ونترك السيء. طيب سؤالنا الأخير ست سنين، يعني بصراحة هل أنت متفائلة أو صعوبة أو سهولة يعني كنسبة تطبيق هذه المادة على أرض الواقع؟ إذا الكل تكاتف مثل ما قلنا قبل شوي، إذا الكل تكاتف الأسرة والمواقع التواصل والجهات المعنية اللي هي الجهات الحكومية والإعلاميين والأكاديميين والمدرسة، إذا الكل تكاتف على إصلاح الشباب والمجتمع أنا متفائلة جدا. أنا حاليا بدينا نشوف يعني بهاي الفترة بدأت المحتوى الجيد بدأ ينزل، بدأت تظهر عندنا بعض الشباب كان قبل متغطى عليهم، بدأت هسه أكو شخصيات بدأ يسلط الضوء عليها، هذا الشيء كلش جيد. مثل يمكن بعض الشخصيات اللي هو يمكن حطوا أنه أصحاب المحتوى الجيد هذول صح يستحقون الدعم. فبدأت تصير مناظرات وحتى من أبواب بعض التعليقات يعني حتى تعليقات إيجابية. فإذا أكو استجابة، يعني الاستجابة تعتبر أكثر من اللي الناس اللي ضد هاي الخطوة اللي أخذتها الدولة، ويا ريت ما يستمرون بها. نفس السؤال ولكن بطريقة ثانية، أستاذ أكرم أنتوا عملتوا مثل ما تفضلت حضرتك أنه هناك ندوات ومؤتمرات وبحوث ودراسات وعمل مكثف على هذا الأمر، ما هي الصعوبات التي واجهتكم بنشر هذه المادة أو بنشر هذه الثقافة؟ نعم بالحقيقة ماكو صعوبات، لقينا الجمهور كلش متفاعل معها خصوصا خلال الندوات وخلال المحاضرات أيضا، حتى طلبتنا الأعزاء الآن تفاعلوا مع الموضوع ووجدوا. أنت تعرف أستاذ أحمد عدم امتلاك الثقافة الرقمية لا أين أدى؟ أدى الكثير من حالات الابتزاز الإلكتروني اللي يتعرض لها المواطنين هي قلة الثقافة الرقمية، كيفية أو يعني عدم معرفة التعامل مع رابط، حتى رابط اللي أنت يظهر لك بالتالي ما تعرف أن هذا رابط وهمي. صحيح. فتضغط عليه ويسرق ملفاتك ويسرق صورك ويسيطر على جهازك اللوحي وصولا إلى مرحلة الابتزاز. هذا شكل عبء أيضا على أجهزتنا الأمنية. بدأت الآن تشكل اللجان الفنية العاملة بهذه المؤسسات حتى تكشف حقيقة هؤلاء وتلاحقهم. صحيح. في إحدى الحلقات عفوا تتحدث كان معنا
أحد الأخوة في الشرطة المجتمعية. نعم. وكان هو مسؤول الإعلام في كربلاء للشرطة المجتمعية، تحدث عن هذا الموضوع، تحدث أنه أيضا أصبح لدينا ندوات ومؤتمرات للشباب. نعم. للجامعات. نعم. أول شيء نعطي دعم أنه إحنا وياكم. نعم. أي ابتزاز، أي مشكلة، لا يخوفك أنه راح أنشرك. نعم. أو راح أفضحك. نعم. لا، إحنا وياكم، بس بلغ، لا تخاف، لا تطي مجال. نعم. لأنه إذا تطي مجال راح يكون لغيرك يتقوى بهذا الموضوع، تصبح فريسة. نعم. إحنا سوينا بالجامعة، إحنا وجهنا كتاب إلى الشرطة المجتمعية أو المعنيين بالأمور الفنية في المؤسسات يعني الأمنية. نعم، جميل. ويعني سوينا ندوات وحضروا بالندوات وحضروا الطلبة يعني جميعا وفهموهم كيفية التعامل. نعم. التعامل مع هذه الوسائل، بالتالي هذه هو جزء من الثقافة يمتلكها الطالب. نعم. أنا أطلب أنه يعني يحضر شخص يمتلك الثقافة الرقمية وشخص طبيعي، إنسان عادي، ويعرض أمام مادة فيلمية طبيعية جدا، مادة فيلمية شاهدها كل عوائلنا في منازلهم الآن، ويكتب ورقة أمامه وهو يحلل هذا شلون يحلل. نعم. يشوفها وهذا شلون. نعم. وتعرض امام الجهات المعنيه ويشوفون هذا الشخص، دا يشوف اللي ما يشوفه هذا الشخص الثاني. صح. اللي اصلا نعم يعني ما يمتلك هذه يعني. نعم. او ما متعرف على او مستوى التاثير او شنو جذبه اكثر. نعم. وعمليه تعرض. صح. دقائق وثواني وساعات ممكن ننفذها. تنفذ بكل سهوله. صدقني استاذ احمد، تنفذ بكل سهوله، وانا احد الاشخاص متمنين هذا المشروع. واقولها بصراحه يعني متمنين هذا المشروع، لان الان حتى في المواد التي يتم عرضها هي شخصيه البطل اصبحت سلبيه. صح. انا بحكي لك شلون. حتى نتحدث عن الافلام الاجنبيه التي تدبلج وتمثل نشاهدها الان. والكثير من شبابنا، احنا موضوعنا موضوع الشباب هو، بالتالي هذه الحلقه الاساسيه بالموضوع. صح. موضوع المجتمع. لا. هاي الشباب من يشاهد الفيلم، في السابق كانت الأفلام هي عبارة عن توعية. المجرم يعاقب والمخطئ أيضا يعاقب. لا. وصولا إلى نهاية الفيلم مثلا تلاقيه خلف القضبان. هذا شنو؟ هذه عملية توعية. أنه أنت لا تخطأ حتى لا توصل هالمرحلة. الآن شخصية البطل وين ظهرت؟ جوكر. يسرق ويقتل مثل الجوكر. ممكن الناس كلها متخبلة فيه، اللي ياخذ حقه بيده. والكثير انا شاهدت الكثير من الافلام غير هذا الفيلم اللي تتحدث عنه، الكثير من هذه الافلام يسرق ويقتل ويصل لنهايه الفيلم يهرب الى مثلا دوله ثانيه، ويعني بحجه انه يبحث عن حقوق الناس والمواطنين، ويعني فيلا على البحر او هذه ترسم احلام عند هؤلاء. صحيح. الشباب المراهقين ترسم احلام. ما يشاهد فقط فيلم خطرة جدا. نعم. خطرة جدا. فكان باكر هيك راح اسوي. فبالتالي انه اذا يشوف الموضوع انه هذا سوى هيك شيء، هو بامكان الهروب. نعم. وبعدين يقع تحت طائله القانون ويتظهر. يعني اهله يتفاجئون والمجتمع يتفاجئ واصدقائه والمحيطين به. هو تاثر ووصل لهذه المرحله. يعني للاسف احيانا من تسالهم اللي يتوجهون للمخدرات لبعض الحالات. نعم. السلبيه، نقول له تذيش اصلا؟ نقول لك ما ادري. يعني مثل ما حضرتك تفضلت. نعم. اكو غسيل بالعقل او اكو كنترول تحكم باللاوعي. قل ما اعرف انا يعني شو عجبتني، شو شفت، شو تاثرت. نعم. رحت جيت. نعم. التنادم اوكي، بس بعد شي يفيد يعني. نعم. انتهى الموضوع. جيد. الاستاذ اكرم خليل الخواجه، رئيس قسم الاعلام في كليه الامام الكاظم عليه السلام في بابل، شكرا لك ولحضورك ولملاحظاتك الجميله. شكرا لك، وان شاء الله الله يعينكم على نشر هذه الماده وهذه الثقافه. شاء الله. شكرا لك. والشكر موصول للست سنين الحداد مختصه التنميه البشريه. شكرا لحضرتك. اهلا وسهلا بكم استاذ. شكرا لكم سادتي المشاهدين. دائما نقول احنا مو ضد اليوتيوب ولا الانترنت، ولكن نعرف شلون نستخدمه، لانه بالتالي راح يأثر على أطفالنا وشبابنا ويأثر علينا وسلوكياتنا ونروح إلى الهاوية. نلتقيكم في حلقات أخرى ببرنامج تصحيح. في أمان الله.